هوبا دخل عليه بسلاح هولز، النعناع المنعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو أنت مان أند ذا واسب كوانتومينيا. بقالنا كتير ما عملناش تريلر رياكشنز، بس ده مش لاني كنت مقاطع التريلر رياكشنز، هو فعلا في تريلرز كتيره مهمه ظهرت في الفتره الاخيره، بس دايما كانت بتعاكس معايا مع حاجات تانية، وده الوضع النهارده برضو. انا يدوب سرقت ساعه او اتنين عشان اطلع الحلقه دي النهارده في يوم نزول التريلر، لاني شايف ان الفيلم ده ومناسبه صدور التريلر النهائيه ليه مناسبه خاصه. كوانتومينيا هيكون الفيلم الاول في المرحله الخامسه من عالم مارفل السينمائي. خلاص اخيرا هنقول باي باي للمرحلة الرابعة بمرها ومرها. بصراحة انا مش فاكر منها غير مرار، ما كانتش كلها وحشة بس الحلو فيها كان لوحده، والحمد لله ان من الحلو فيها كلمة النهاية بفيلم واكاندا فوريفر اللي بيتشارك مع فيلم كوانتومينيا في بعض الصفات. بطلنا من ابطال الحرس القديم نسبيا. انا فاهم ان واكاندا فوريفر ما كانش فيه نفس البطل بالضبط، بس اولا واخيرا هو فيلم بلاك بانتر، والسلسلتين على مستوى الصناعة يعتبروا من السلاسل المستقرة لانهم محتفظين بالمخرج بتاعهم. بيتن ريد اللي اخرج فيلم انت مان الاول والتاني بيرجع عشان يخرج الفيلم التالت، وزي ما قلنا دي التريلر النهائيه لفيلم كوانتومينيا، لان في تريلر قبلها كانت طويله ومعقوله وممكن يتقال عليها دسمه كمان، وكان فيها مشكله كبيره هتطرق ليها واحنا بنتكلم في الفصفصه عشان ما اطولش المقدمه اكتر من كده. والان يلا بينا نشوف التريلر اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره. وحشتني الجمله دي والله، سوري، عندي معلش انا اسف. فيلا بينا. You are an interesting man, Scott Lang. You are an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. It can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Or everything you call a life will end. Not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. حلوة التريلر، وده مش معناه ان التريلر اللي قبلها كانت وحشة، الحقيقة التريلر اللي قبلها كانت احلى،
لان التريلر دي ممكن نقول انها بتاعت كانج اصلا بالكامل. التريلر اللي فاتت كانت بتاعت انت مان وفيها الروح الخفيفه دي، ما فيهاش، دي سوداويه قوي وفيها استعارات كتيره من افلام كتيره. ما اعرفش، واحنا بنفصص هقول لكم الحاجات اللي انا شفتها ويمكن اشوف حاجه زياده عليها، بس مشكلتي مع التريلر دي انها قالت اكتر من اللازم. يعني دي فيها فصول الفيلم تقريبا كلها. اتمنى يكونوا شايلين بعض المفاجآت. والمشكله اللي كانت عندي مع التريلر الاولانيه لسه عندي مع التريلر دي، وهنتكلم فيها واحنا بنفصص. طيب احنا الكلمتين اللي عندنا في البداية بيتقالوا على لسان كانج. عدينا بسرعة على الأبعاد الخفيفة اللي كانت موجودة في التريلر الأولى. كاسي بقت شاية باين عليها، لعبة مهمة قوي على عملية فقدان الزمن. بنرجع بسرعة للبليب. على فكرة دي مشكلتي، مش عايز أقول مشكلتي بس حاجة ملاحظها على أفلام عالم مارفل، كل ما تحاول تقدم المالتيفيرس تضيف له أبعاد جديدة تجري بسرعة على البليب. المالتيفيرس بيعاني. هنا بقى تكمن مشكلتي، لان دي على ما يبدو تجربه عاملاها كاسي للتواصل مع الكوانتم ريلم، وعلى ما يبدو من احداث التريلر الاولى والتريلر دي كمان ده بيحصل بجهل ما من جانيت، مش عاجبها اللي بيحصل ده وبتتنبأ بالمصيبه اللي بتحصل من خلاله. ده بيفكرنا بايه يا جماعه؟ ده بيفكرنا بفيلم سبايدر مان الاخير لما السبيل اللي كان بيعملها دكتور سترينج تدخل فيها بيتر باركر وافسدها وانطلقت الاحداث كلها. طبعا فيلم سبايدر مان كان فيه حاجات مهمة قوي 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 غطت على المشكلة دي، بس دي مشكلة لأنها أصلا نقطة حبكة خيبانة إلى حد كبير، فإننا نكررها تاني. إحنا اتريقنا على الموضوع ده كتير، يا جماعة ما تقعدوا تتفقوا قبل ما تشغلوا أي جهاز في ديك أم هذه السلسلة، الموضوع بسيط يعني. أهي جانيت فان داين وهي منفجعة، هوب وهي مرتعبة، عم كانج الجامد اللي على ما يبدو هيبقى هو الشرير الرئيسي المتنقل ما بين الأفلام، واللي المواجهة الكبرى هتكون ضده، وده ممكن يكون بيغششنا شوية من اللي هيحصل في الفيلم ده، ودي برضه من المشاكل يعني. كانج اتقدم لنا احنا في مسلسل لوكي، وعلى قد ما انا فاكر ده ظهوره الاول في الظهير السينمائي او على مستوى الافلام، يمكن اكون غلطان مش متاكد قوي، بس مثير جدا للاهتمام طبعا. بيبتدي بعمليه ترغيب بانه يرجع له الوقت اللي ضاع من حياته وكان المفروض يقضيه مع كاسي. التريلر دي فيها استعراض اقل شويه من التريلر الاولى للامكانيات البصريه بتاعه الكوانتم ريلم، ودي كانت من الحاجات اللي عجباني جدا في التريلر الاولى. جوناثان ميجرز يا جماعه بقى في كل حاجه تقريبا وما بيتزهقش منه. انا فاكر اول مره شفته كان في ذا فايف بلودز، ده مش عارف حاسس انه كان اول امبارح يعني، عارف عدى عليه كام سنه، بس الراجل دوت مش حاجه قديمه قوي وطلعت السلم واحده واحده، ده ضرب صاروخ. هنا بنبتدي شويه استعارات من اللي ممكن نتصور اننا نشوفه في فيلم من افلام دكتور سترينج. سكوت عاجبه كلام كانج ويبدو ان هو بيستسلم له رغم تحذيرات جانيت فان داين، الجانب العاطفي اللي بيدخل له منه. بعد ما قربنا من نص التريلر تقريبا اخيرا بنشوف انت مان وهو بيعمل حاجه من بتاعة انت مان. فبراير 17، حلو قريب مش هنستنى كتير. اهي دي اول حاجة فكرتني بفيلم تاني، مش ده افاتار يا جدعان؟ ودي مش كرومة خيبانة شوية يا جدعان؟ هات لي اللي انا عاوزه، اللي الحمد لله تقريبا الحاجة الوحيدة اللي التريلر دي ما كشفتهاش، والا كل حاجة في الدنيا بتسميها حياة هتنتهي. انتقلنا من الترغيب للترهيب او التهديد، وحاسس ان احنا كده انتقلنا من فصل لفصل جديد جوه الفيلم نفسه. راقب او شاهد البداية of a new dynasty، عصر جديد. لاحظوا معايا ان فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتومينيا بيحمل رقم 31 ما بين افلام عالم مارفل السينمائي. لو جرينا لسنه 2025 وده لو جرت الامور كما خططوا لها ووصلنا للفيلم رقم 39، فهو بيحمل اسم ذا كانج داينستي. عنف كتير ليه كده بس؟ على مدار 2 تريلرز مايكل دوجلاس ما عملش اي حاجه ليها اي لازمه، وانا اتمنى انه جوه الفيلم يطلع هو الشخصيه الرئيسيه اصلا. This is all my fault، دي غلطتي. ما هو سبايدر مان كان بيقول كده برضه، يا جماعه شبه بعض قوي يا جماعه، اهو ده برضه دكتور سترينجي شويتين، وده دكتور سترينجي اكتر. عمليه غدر من كانج، وي هاد اديل، يعني كان في اتفاق وكانج بيخترقه، مواجهه وحرب مباشره ما بين انت مان وكانج، تفاصيل اكتر من اللازم يا جدعان. هنا بقى نفتكر ان ده الفيلم الثالث لانت مان، وان بول راد ممكن يكون كبر شويتين، وزي ما قلنا كده الشخصيه بتنتمي قوي لافراد الحرس القديم نسبيا، فايه ممكن يتجرؤوا يعملوها. بصوا انا بحب انت مان بس بحب الجرأة برضو، اعملوها، انا مش لازم انتصر، المهم ان احنا الاثنين نخسر. هاري بوتر، على فكره انا كنت فاكر ان عنوان الفيلم هو انت مان كوانتومينيا، طلع انت مان اند ذا واسب كوانتومينيا، مش عارف بقى ده علشان نتجنب القلق بتاع الاجندات ولا هي فعلا ليها دور مهم جوه الاحداث،
هنشوف. ماشي يا باشا، انا اتصور ان 17 فبراير هيكون فاضي ان شاء الله. قدمنا تفاصيل اكتر من اللازم، ولكن طبعا التريلر ممكن تكون بتخدعنا والفيلم يبقى عنده فرصه ان هو يركز على احداث مختلفه تماما، وان كان ده مؤخرا ما بيحصلش، والتريلر فعلا بتحرق الفيلم كله. وزي ما بقول كده، نقطه انطلاق الحبكه لو فعلا كانت بالوزن ده فهي مش داخله دماغي قوي، بس برضو الفيلم ممكن يديها وزن اخر وممكن يقنعنا بيها. انا عن نفسي بحب انت مان، شايف انها سلسله من الافلام البسيطه رغم ان الشخصيه بتكون محوريه في احداث اهم منها بكتير. وزي ما قلنا، احنا تخطينا المرحلة الرابعة بالكامل من غير ما نقدم اضافة واضحة للصورة الكبيرة، فالمرحلة الخامسة ما عندهاش وقت، محتاجة تقدم بسرعة، وانت مان من الادوات اللي ممكن تكون مهمة جدا في التقديم ده. واتمنى كذلك ان الفيلم ده يكون طوق الانقاذ لمفهوم المالتيفيرس والكوانتم ريلم. نحط الايجابيات دي مع السلبيات دي في الميزان، تطلع درجة ترقبي للفيلم 8 من 10. ده رأيي وانطباعاتي، ونسبة ترقبي الاهم منهم هي ارائكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم. يا ريت تساهموا بيها في الكومنتس، وتساهموا كمان بالنظريات والمعلومات اللي انتوا عارفينها اللي بكل تأكيد هتكون غايبة عني. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وباي باي.